يا يسوع، علمنا أن نصلي. نعم يا سيد، علمنا أن نصلي. أما أنت فعندما تصلي فادخل غرفتك وأغلق الباب عليك وصلي إلى أبيك، وعندما تصلوا لا تكرروا الكلام كلاما فارغا كما يفعل الوثنيون، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا وأعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. أبانا الذي في السماوات، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم،